FM. الكلمة ليك. اليوم إيطاليا مثلا أصبحت تهدد في الجزائر. اليوم إيطاليا قاعدة تناقش معناها مع الجزائر في مسألة معناها لا ريكوندكسيون دو لاكور غازيي معناها ما بين الجزائر وإيطاليا أو اللي تعدى من تونس. اليوم إيطاليا تحاول أن تجوع الجزائر. فهمني؟ وإحدى الأوراق الأساسية اللي عندها هي لو غاز نتاع ليبيا اللي كان قبل في عهد القذافي يتباع أو بري فور. اليوم القذافي مشى والدولة معناها الليبية مشات والسيادة الليبية مشات، وبالتالي نجموا معناها لي ماستير دو بيترول دو غاز، سامحني كلمة اليوم لي ماستير دو غاز دو بيترول بوف امبوزي لي بري كيل فول في ليبيا. فهمتني؟ وغدوة ليبيا عندما تمر معنا إعادة الأعمار ستكون مجبرة للبحث على الدولار وعلى البحث على الأورو. فهمتني كيفاش؟ وبالتالي ستقبل بأي معناها أسعار تنجم معناها تفرض عليها الدول الغربية، خاصة إذا تمكن القوى الغربية هذه أنها تفرض على ليبيا نظام سياسي يحكم ويكون ضعيف. الكلمة ليك.